ومتابعي انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي في هذه الأيام المباركة هنا في مدينة دبي ومنطقة اللسيلي بالتحديد في المرموم. هكذا تستمر الانطلاقات، وهنيا لكل من تألق في أشواط هذا المساء، سواء في أشواط الرموز ولا في الأشواط النقدية المجدية، على بركة الله وتوفيق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا العاشر الذي خصص للقاية الأصايل عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج وقناة يأس الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الهام والكبير، مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة الأولى وقيادة خليفة بن محمد بن شاهين. المرر بالسلف هذا يتقدم ليعلن تواجده على مقدمة هذا الاندفاع، بينما التغيير اللي جرى من المركز الثاني غيرت في هذه اللحظة هذه تنفيذ أحمد بن عامر بن عمهي المنصوري، بينما ننتقل إلى المركز الثالث لأتابع القادمة في هذه اللحظات اللي وصلت في هذه الانطلاق. تتقدم الصباوية سالم بن سعيد بن احمد الكثيري على مستوى المركز الرابع، بينما نقلتنا الى المركز الخامس في هذه اللحظة اللي وصلت على المركز الرابع. نعم في المركز الرابع، نعم تقدمت، هذه هي الواصلة لضا سالم ايضا تقدمت في هذه اللحظة الجميلة بالرملي، هذا الرمل يتقدم في هذه اللحظة سالم بالرملي العامري يتقدم على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظة. المركز الخامس، من وصلت في هذه اللحظة، من تقدمت أيها الأخوة ترحيب منصور بن بخيت بن ذيبان المنصوري، بينما هناك اللي واصل لضبا ضبا لراشد بن خميس العمري على مستوى المركز السادس سابعا. بن منانة يتقدم بن منانة من الجانب الاخر ليقدم لنا جبار سالم بن سعيد بن منانة المتحدي، يعلن تواجده على المركز السادس وسابعا. هناك تقدمت الضيبي سيف بن جعفر بن سهيل بالمرخان، بينما في المركز الثامن هذه جواهر سالم بن سعيد بن عمان المهيري، وتاسعا وصلت وتقدمت شهب لعامر بن حمد بن عفصان المنصور، وعاشر المراكز في المركز العاشر هذه هي ايضا طبرية قادمة لمبارك بن محمد الجربوع المري من ايضا من المملكة العربية السعودية، ولكن اسماء وشعارات خلف العشر المراكز الاولى لم يحين موعدها ندائها وتقدمها الى الكادر الامامي في المرموم. تشاهدون هذا الحدث الكبير، قالوا المرموم مشى للصايل والذلل من كل ميدان يعني مرحبا بالقادمين، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة الأولى، إلى تنفيذ من تنفذ هذه المهمة على الصدارة الأولى، تنفذ هذه المهمة في صدارة هذا الاندفاع. يتقدم بن عمهي، يتقدم حميد بن عامر بن عمهي المنصوري المركز الثاني. الصباوية راشد بن سالم بن عبيد بالعامري لكتبي، نعم للتصحيح اللي وصلت اللي تقدمت على المركز الثاني. المركز الثالث بن عمان سالم بن سعيد بن عمان المهيري، روح
راح لتبقى الانتصار. جواهر واصلة وهناك تحركت في هذه اللحظة، هذا اللي واصلة مياسة خليفة بن سعيد بن عبد خليفة الحميري، وهناك هناك وصلت شهب عامر بن حمد بن عفسان راعي عتوة، راعي عتوة يصل مع الغلاف الجوي الأخير. بانة النهاية، بانة النهاية، راح إلى الفوز وإلى الانتصار. غيرت 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 مياسة يا مياسة، مياسة يا مياسة، مياسة لخليفة بن سعيد بن خليفة الحميري. أهل الخوانيج، أهل الخوانيج، أبو مطر يعلن تواجده، يعلن حضوره على مقدمة الاندفاع، بينما عامر بن حمد بن عفسان المنصوري يحاول في اللحظات الأخيرة، لكن هدى حافظ، هدى حافظ، قدف ننجا، قدف ننجا هالي. يا أهل الخوانيج، يا أهل الخوانيج، فازوا وانتصروا بناموس هذا الشوط. ولا راعي عتوة لدي رأي الآخر في الأمتار الأخيرة، في الأمتار النهائية، لكن خلاص أراح إلى البوز مع اللحظات الأخيرة. ولكن راعي عتوة عامر بن حمد بن عفسان المنصوري شهب، شهب يا شهب، سلام إلى أبو ظبي، سلام إلى أبو ظبي، سلام، ولا تحية لأهل العين، كذلك يستاهلون الفوز. مياسة وصلت في المركز الثاني، خليفة بن سعيد وخليفة الحميري المركز الثالث. وصلت امجاد لحمود بن عبد الله بن شامس المحربي المركز الرابع. وصلت ايضا المركز الرابع والخامس كان الدخول جماعي. نعود الى التوقيت الزمني وساعة وصولها شهب الى خط النهاية. وحدة السلامات الى راعي عتوة، راعي عتوة ينتصر بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 24 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لعامر بن حمد بن عفسان المنصوري على هذا الفوز للمركز الثاني. وصلت مشاهدينا الاعزاء اللي هي مياسة بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 25 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري المركز الثالث بن شامس. وصلنا مع امجاد توقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم.